وإلى وزارة التربية والتعليم، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة بتدرس تسكين المعلمين اللي لم يتسلموا عملهم، واللي وصل عددهم لما يقرب من 4000 معلم ضمن مبادرة ال 30000 وظيفة، مشيرا لأن الفترة اللي فاتت شهدت توجيه إنذارات لهؤلاء المعلمين بضرورة استلام العمل. وأضاف المصدر أن الوزارة سوف تعلن عن الموقف الخاص بالمعلمين الذين لم يتسلموا العمل من خلال موقعها الرسمي، موضحا أنه سيتم تسليمهم العمل ولكن بعد تحديد أماكن تسكنهم، مشيرا إلى أنه جاري أيضا وضع آلية لعودة المعلمات المغتربات والتي تم تسكينهن خارج محافظة الإقامة ضمن المسابقة.